شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات، السادة المستشارين المحترمين. يحتفل المغرب خلال هذا الأسبوع بالذكرى التاسعة لخطاب أجدير، خطاب صاحب الجلالة، الذي أعطى فيه انطلاقة مشروع تصالحي مجتمعي ضخم يتعلق بعض الاعتبار لفصيل كبير من مكون أساسي للهوية والثقافة المغربية، ألا وهي الأمازيغية. فتأكد خطوات جبارة من خلال إحداث المعهد الوطني، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتدريس هذه اللغة في عدد كبير من المدارس، وصل عدد التلاميذ الذين يتدرسون اليوم أكثر من 400,000، وكذلك الإعمال بالخط تفنغا في تدريس هذه اللغة، إضافة إلى عدة مكاسب المتعلقة بهذا الموضوع. فسنحتفل في السنة القادمة بالسنة العاشرة، وكم كان بودنا ونحن في فريق التحالف الاشتراكي أن يشمل أو أن تنتبه كل من يهمه الأمر، وبالخصوص الحكومة والمؤسسة التشريعية، إلى ضرورة إنصاف أسماء الأمازيغية، سواء التي تتعلق بالأعلام أو التي تتعلق بالإنسان، لأنها فيها جانب كبير من ترسيخ هذه الهوية وهذه الثقافة. كم من أب وأم اختار اسما لابنه أو بنته فرفض تسجيله بسبب أنه اسم لا ينسجم مع ما هو مطلوب الانسجام إليه، لا لشيء إلا لأنه أصيل أمازيغي دون أن نعرفها مدلولة. كم من منشأة تعليمية أو منشأة عمومية قديمة تحمل اسم علم محلي له صبغة ودلالة رمزية عميقة أزيلت وحل محله اسما قد لا يعرفه الناس. فهذه الأمور تدخل في باب تأصيل واستكمال مشروع مصالحة مجتمعية عميقة لجعل فعلا المغرب وطنا متعددا متنوعا قويا مفتخرا بهويته كاملة. لذلك ندعو إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الحالة المدنية لينصف حق الاختيار الاسم الأصيل الذي يختاره الأبوين والذي سيرسخون به هويتهم وثقافتهم. ونحن قدمنا مقترحا في هذا المضمون منذ ما يزيد عن سنة، ونحن ننتظر من الحكومة أن تتعامل معه إيجابيا في أقرب وقت ممكن. وشكرا سيدي.